إذن أحبتي المتابعين، هذه الليلة قصة يعني لن يصدقها عقل بشري، وقد بحثت كثير عنها وسألت ناس كثير، اللي هو وحش اللي يسمونه الغيطل، تمام، أو يسمونه بعض المناطق في أستراليا أو كذا، ما زال موجود يعني، يعتبرهم فصيلة ذئبيات، وسوف أطرح لكم صورته هنا بإذن الله عشان تشوفوه. هذا كان موجود في بلد بني مروان، يخبرنا الآن بقصته. ما شاء الله، هذه الحالة كان فيه واحد أكبر مني سنا، وأنا عاد من شباب في ذاك الوقت، والتجارة صايرنا أنا وياه، وسالفنا كل من يتكلم عن ثاني، حتى أن وصلنا إلى هذه الأحوال عن أهمية دواهش هذه. فأخبرني قال انتزعنا قال من بلادنا، بلادنا احنا غرب الجبل في جهة حرم، ومعه بقر، ومنهم خيرات زفوا داروا في جهة الشعاب، جبال خضراء فيها كان رعي، جبال الشعاب مشرفة على رام، رام وادي، وكان السكن حقهم بوادي اسمه الرد، والوادي ضاق ما يجلس فيه الماء، معهم رام يردون رام بعيد عنهم. بعدين قال جاءت علينا أحوال في الماء، أيوة، واحتجت يوم من الأيام ماء عشان أطهر الفجر من الجنابة. قال برحت طليت، وقال له وادي في الفجر، أنزل الوادي أتروش وأخرج أصلي، قال أطلع من الوادي وعادوا متكفن، وعادوا متكفن بحوكه الفجر، وصلى الفجر هو صلى له هذه التهشة رحمه الله، اسمه محمد سيقل، الله الله، هذاك ما يعرفونه، إذا سمعوا بعض الأخوان يعرفون محمد سيقل، نعم، شوف في الحصل قال له هذه دهشة قد حصلني، معه يد تلبس من الأرض، يعني معه ثلاث أقدام وواحدة قصيرة، هذا الوحش غريب يعني أول مرة بحياته يشوفه، قال يعني وعني وعني، قال حتى ما عاد بيني بينه إلا يضرب في جسمه ذراع أو ما يقارب ذلك، فك بحوك ومعه شوط يقلبه كذي في وجهه، هاتشو هاتش لا إله، لبس صندوق بطون، وصوته غريب، أنت قلت لي إنه صوته غريب، صوته غريب، كيف تقدر صوته؟ صوته غريب، قلت لي صوته غريب مش زي الدهوش، ماذا الحين؟ ورجع عنه وحول عليه مرة ثانية، والله جعل له طريق، لبس عن لا إله إلا الله، أنا قصته له يمسك فيها ثلاث مرات يسارعه، والله انقضه بكلاب جيرانه، سمعت الصوت حق الوحش إلا هذي دخلت تحتهم، فهو راح خاف فجع منها، والرجل سلم، هذا كما علمني رحمه الله، وحش غريب يعني ما كان له أصل ولا أساس، وموجود، ليش إنه غريب؟ هو كان موجود بس متخفي في بلادنا، موجود في الحجاز حق منطقة الخوبة، كان ما يسموها الحنبة، وكذلك أخبروني حتى إنهم كانوا يروحون لم طفي في جبال النيل في يحصلونه موجود، الله الله، هذا احنا اسمه عندنا الحنان، الحنان اسمه، اسمه الحنان فعلا، انا سمعت هذا الاسم، قوي فريش افترس الرجل، حنان كان اسمه، اسمه الغيطل في بعض المناطق، وحتى موجود في الانترنت اللي يبحث عن هذا الاسم او يبحث عن يسمونه بعض المناطق حتى نباش القبور، نباش القبور انا والله وجدته هكذا، تمام، يعني له عدة تسميات بس كان نادر جدا في بني مروان. إذن أحبة المتابعين، ما زلنا معكم إن شاء الله في كثير من هذه التفاصيل وهذه القصص الجميلة من تراث وعادات وتقاليد وبيئة بني مروان مع الحاج حسن عبدو حسن حجر. تحياتي لكم المهندس محمد حجر، والسلام عليكم ورحمة الله.